بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الفاضلة مريم رجوي، أصحاب الذوات، أصحاب السعادة والمعالي والعطوفة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبصفتي رئيسة للجنة المرأة وزميلات النائبات عضوات اللجنة، سوف نركز على دعم المرأة وتمكينها في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى التركيز على الإعلام ودوره في تمكين المرأة على كافة الأصعدة. فاسمحوا لي هنا أن أشير إلى أسيراتنا الفلسطينيات المعتقلات في سجون الاحتلال، اللواتي يعانين من القسوة والحرمان والانتهاكات والتعذيب من قبل المحققين والسجانين الصهاينة. تلك المعاناة التي تعجز الأقلام عن وصفها، والتي تحتاج إلى اهتمام إعلامي أكبر من شأنه نقل أخبار هؤلاء الأبطال الذين يسطرون آيات من الصبر والبطولة ويعانون في نفس الوقت، وكذلك أخبار ذويهم الذين يعانون من حرمانهم لأحبتهم. أما فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، فقد قمنا أنا وزملائي في مجلس النواب الأردني بالتوقيع وبالأغلبية على البيانات التي تدعو إلى الدفاع عن حقوق سكان مخيم أشرف وليبرتي، ونعلن تضامننا مع نضال المرأة الإيرانية من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية في إيران، وكذلك تحقيق المساواة. كما نهيب بالمجتمع الدولي وبالحكومات برفع أصواتها وممارسة الضغط على حكومة المالك بالإفراج عن الرهائن الأشرفيين السبعة، بينهم ست نساء، وضمان أمن وحماية سكان ليبرتي، منهم ألف امرأة مجاهدة فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.